أثناء النشاط البركاني تندفع في البداية أبخرة وغازات ثم تليها حطامات صخرية. يمكن أن يتراوح حجم الحطامات الصخرية من بضعة مليمترات إلى عدة أمتار. في المرحلة التالية للنشاط البركاني تندفع الحمم البركانية التي تتصلب على اليابسة مع مرور الوقت. تنهار المواد الصلبة المتجمعة على فوهة البركان مشكلة تجويف على شكل الصحن يدعى كالديرا أو مرجل. هذا الانهيار يجعل ثوران البركان ممكنا مرة أخرى في نفس المنطقة. إنما يميز البركان الطبقي هو أن ثورانه متكرر، حيث تلي طبقة الحمم البركانية كل من طبقة الرماد والحطام الصخري، والتي تغطى بدورها عند الاندلاع البركاني التالي بطبقة جديدة من الحمم البركانية والحطام الصخري. تتكرر العملية عدة مرات، وبهذه الطريقة تتشكل براكين يصل ارتفاعها إلى آلاف الأمتار. أشكالها متناظرة عادة، ويصل عرض الفوهة إلى عدة مئات من الأمتار.